السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده فطيره النوتيلا او فطيره الشوكولاته. فطيره جميله جدا، هتحبوها جدا. مكوناتها موجوده في البيت، مش محتاجه اي حاجه. شكلها جميل وطعمها احلى من شكلها زي ما بنقول. وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عندي نص كيلو دقيق، وعندي بيضه عليها سنه فانيليا، وعندي 25 جرام لبن بودره، و25 جرام سكر عادي، وطرف المعلقه الصغير بيكنج باودر وذره ملح، ومعلقة كبيرة خميرة، وربع كوباية زيت، و250 جرام مية، يعني كوباية وربع. وهنبدأ على طول. هاخد نص كمية المية، قلنا 250 جرام يعني كوباية وربع، خدت نصهم عليهم 25 جرام حليب بودرة يعني معلقة كبيرة. ومش أساسي الحليب البودرة في الموضوع، لو ما عندكيش ارفعيه خالص من الموضوع، ما تحطيش مكانه حاجة. والسكر حطيناه معلقتين كبار، ومعلقة خميرة كبيرة، والزيت ربع كوباية، هاخد نصها وأخلي النص التاني أخدم بيه العجينة، وهقلب الخليط ده كويس جدا، بدوبه زي ما انتوا شايفين. ودي خطوة مهمة لازم ناخد بالنا منها. وعلى البيضة الأبيض اللي عليها ده سنة فانيليا، فانيليا باودر. أي عجينة أنا بشتغل بالفانيليا الباودر، ما بشتغلش بالفانيليا السايلة غير في الحاجات اللي فيها كريمات الموس والحاجات دي، بتخلي طعمها كويس وريحتها كويس. اهيت قلبتها كويس خلاص. احط على الدقيق بتاع البيكنج باودر والملح، وفوقه خليط السوائل اللي انا كنت بقلب فيه دلوقتي، اللي هو نص المية ونص الزيت والبيضة والسكر والخميرة والفانيليا. هقلب كويس اهوت. مجرد ما العجينه تلم معايا هبدا اديلها بقى الميه بتاعتها، بقيه الميه بتاعتها اهوت. هو الميه كلها كوبايه وربع، خدت نصهم في الاول، والنص التاني هبدا اديلها اديلي العجينه. والعجينه بتبقى طريه على فكره، ما تقلقيش. كده خدت كوبايه وربع بتوعها، هقلب كويس. مجرد ما العجينه تلم معايا هديلها بقية الزيت بتاعي اللي هو كان في الأساس ربع كوباية، خدت منهم شوية في الأول، وأدي الشوية الباقيين أهو. العجينة سايلة في إيدي، بس أول ما هتدعكي فيها على طول هتشد عرق وهتبقى كويسة. وطول ما إيدك فيها عجين هتلزق في إيدك العجين، يعني لو نضفتي إيدك من العجين زي ما أنا عملت كده وبليت إيدك سنة زيت، مشت العجينة معاكي زي الفل. مطرح التلزيق اللي كانت العجينة بتلزقه العجين طبعا اهوت. وهخدم العجينة، العجينة ما شاء الله زي الفل، طرية جدا اهوت. والتخديم ده مهم جدا، ولو عندك مكنة تحطيها على واحد على درجة واحد سرعة واحد وتسيبيها تخدم بعضها. خدمنا العجينة كويس اهوت، وهنسيبها بعد كده ان هي تخمر. اهي خمرت العجينة اهي ما شاء الله. وهنزل العجينة قدام على الرخامة، وزي ما قلت اي حد بيفهم في العجين بيعرف على طول من شكل العجينة، العجينة دي كويسة ولا وحشة. ما شاء الله معانا ناس في القناة يعني فاهمين اللي بيحصل. هبدأ ان انا اقطع العجينة بتاعتي ديت 150 جرام، وزنة التقطيع 150 جرام. انا عايز اوريكي بس حجم ال 150 جرام قد ايه، فبوزنهم لك بالظبط اهوت على الميزان بالجرام، ما بيفوتش جرام الميزان ده اهو اهوت. وزننا ال 150 جرام بتوعنا، حجمهم قد ايه اهو، ادي حجمهم بالظبط قد قبضة ايدك، قد الاستفندية الصغيرة اهي 150 جرام. ادي حجم ال 150 جرام. انا هقطع على الحجم ده، هرش جنبي شوية دقيق واحطهم جنبي ان هما يخمروا. ويخمروا قد ايه؟ يخمروا يعني حجمها يتضاعف، بتلاقي العجينة اتحولت كده بقت زي البالونة بالظبط. هغطيهم بكيس وهسيبهم يخمروا ربع ساعة بالكتير، وهتلاقي الدنيا اتظبطت معاهم
اهوت ادي العجين زي ما انتم شايفين، رش الدقيق، وهاخد حتة عجينة ادي رش الدقيق برضو فوقها. العجينة ما شاء الله زي الملبن اهيت. هفضل الهواء اللي فيها بايدي، اشوف العجينة بتفرد ازاي اهي ما شاء الله زي الفل. هفرد بالنشابة بتاعتي العجينة على قد مقاس الصينية اللي هشتغل فيها. انا يعني الصينية بتاعتي مقاس 30، متغطية بورق زبدة، حاطط في ارضية ورق زبدة. وليه ورق زبدة؟ ورق زبدة علشان ان انا هحشي الشوكولاتة، لو نقطة شوكولاتة طلعت من الفطيرة جت في ارضية الصينية هتتحرق وهتلزق وهتشد معاها العجينة، هتبهدل لي الفطيرة. اهو فردت العجينة بتاعتي اهوت على مقاس الصينية بتاعي اهوت. انت هتفردي برضو على مقاس الصينية بتاعتك اهوت زي ما قلت، هتطلع ورق زبدة عشان شوكولاتة، وهطبعها نصين في ربعين عشان وانا بشتغلها ما تغيرش من شكلها. خدي بالك من الحاجات الصغيرة دي بتفرق في الشغل خالص، ممكن الناس ما بتهتمش بيها، ما بتشوفهاش في الفيديو، ما بيقولهاش، بس الحاجات دي بتفرق في الشغل جدا، الحاجات الصغيرة دي. فردت العجينة خلاص، عندك نوتيلا هتحطي وتفردي بظهر المعلقة. انا ما عنديش نوتيلا، عملت جناش. عملت ايه بقى؟ عملت 200 جرام شوكولاتة و60 جرام حليب و60 جرام زبدة. حطيت الحليب والزبدة على النار لحد ما اللبن غلي، طفيت عليه، وحطيت الشوكولاتة المتكسرة 200 جرام، دوبتهم فيها، وهو ده الموضوع كله. الجناش ما بقدرش ان انا امشيه على العجين لانه بيشد في العجين، فبعمله بالمعلقة كده. انت لو عندك بقى نوتيلا هتحطي وتفردي بظهر المعلقة فيها. اهو شوف الجناش بيشد في العجين، اهو شوف بيشد ازاي. انما النوتيلا عامله زي الكريمه كده، ان هي كريمه بندق يعني، فبالتالي هتقوم فرد على طول، بتفرد على طول معاك. عملت اول طبقه وهركن الصينيه جنبي، وهجيب حته عجينه تانية برضو زي ما قلت، دقيق تحت ودقيق فوق، وابدا ان انا افضي الهواء بتاعها وافرد بالنشابه بتاعتي عشان اجيب مقاس الصينية اللي انا بشتغل فيها اللي انا قلت مقاس 30. فردنا العجينة طول بعرض لحد ما توصل للمقاس بتاعنا. العجينة دي زي ما قلت كويسة جدا جدا، هتشتغل بقى في حاجات كتيرة جدا، يعني هتشتغل بقى في حاجات كتيرة جدا جدا جدا. كنت عايز اعملها لكم بس وقت الفيديو هيطول ومش هيتشاف يعني، ف نخلي الفيديو صغير احسن ويتشاف اهوت. طبقت العجينة وحطيت على الشوكولاتة وغطيت الشوكولاتة، وهبدأ ان انا اساوي الطرف بتاعتها على بعضها. وبرضو هجيب الشوكولاتة بتاعتي أدي الطبقة التانية. أهوت واحدة واحدة. بوزع الشوكولاتة عليها وأركنها جنبي. أدي كده أنا عملت طبقتين عجين، وسطهم طبقة شوكولاتة وفوقها طبقة شوكولاتة، يعني اتنين عجين واتنين شوكولاتة لحد دلوقتي. حط القطعة التالتة اهيت اللي هقفل بيها بقى الفطيرة، هفردها برضو زي ما قلت على مقاس الصينية بتاعي اهوت. هفرد العجينة أصلا طرية ومساعدة، فين ما هتزقيها هتروح معاكي. هذه الصينية بتاعتي، وادي آخر طبقة هقفل بيها الطرف على الطرف كده وبالراحة، وأقفل بيها الفطيرة بتاعتي. اهوت تحط الطرف على بعضها وتشد من جوه لبره ومن بره لجوه،
وظبط الشكل بتاع الفطيرة. بعد كده هعمل ايه؟ عند السكينة او العجلة اللي عندي الف على الفطيرة، هاخد طرفها اسوي طرفها بس عشان شكلها يبقى ايه يعني مهندم كده يعني. اهو خدت طرف العجينة خالص زي ما انتم شايفين، وهتشتغل تاني العجينة ديت مش هتترمي. هيت ادي شكل العجينة قدامي. اعمل ايه تاني بقى؟ هنشوف. عندي قطاعة احطها في النص بالظبط، ما عندكش قطاعة، عندك غطا برطمان، عندك كوباية، عند اكيد في المطبخ عندك حاجة مدورة هتتحط مكان القطاعة كده. وابدأ ان انا اخدها نصين، اخد العجينة نصين اهوت انت شايفها من القطاعة لبره، وبعدين النصين دول هيبقوا ربعين اهوت، بثبت الدايرة بتاعتي اللي انا حاطها في النص اذا كانت غطا برطمان او قطاعة او كوباية اي حاجة مدورة عندك في المطبخ اكيد فيها يعني، والغالب هيبقى غطا برطمان اهو. وقطعتها 4 ارباع. وبعد كده هعمل ايه؟ هقطع كل ربع على 4، هاخد الاول على نصين وكل نص اخده على 2. خدت كل ربع على 2 على 2، وربع الربع على 2 اهو، يعني كل ربع قطعته 4. خلصت خلاص اهوت التقطيع، وهبدأ ان انا افنش الفطيرة. هسلك بس العجين بيبقى ماسك في بعضه ده طبيعي يعني اهوت. هاخد القطعة كده هلف دي واحدة وادي التانية وانزل في الأرضية احطها. موضوع بسيط خالص وسهل خالص، مفيش فيه أي مشكلة. هسلك بس العجينة بتاعتي وهمسك بطراطيف صوابعي كده ما بتكش عشان هي مليانة شوكولاتة، ألف دي واحدة وادي التانية وهنزل بيها على الأرض على الصينية. نفس الموضوع هنكرره تاني اهوت اهوت، ادي مرة واللفة التانية وحطيناها على الأرض أهو زي ما شايفين شكلها واضح قدامكم دلوقتي. تسلكي وتمسكي طرف العجينة، أدي مرة أدي التانية، وتنزلي بقى على الأرض وتلزقيها جنب أختها. خلصت خلاص أهوت الفطيرة شكلها أهوت قدامكم، هنسيبها تخمر وبعدين نشوف هنعمل فيها إيه بعد كده. طيب انا لسه عندي عجين عايز اوريكم اشكال من الفطاير ديت، بس الفيديو مش عايز يكبر يعني زي ما قلت. هاخد القطعه قطعه عجينه دي نص القطعه اللي انا كنت قاطعها، احنا كنا مقطعينها 150 جرام، دي 75 يعني نصها بالظبط. هفردها بالطول كده عايزها مطوله كده اهو، فردتها اهوت بمطها اهوت تبقى مطوله. اعمل ايه يعني بالشوكولاته بتاعتي برضو او النوتيلا على حسب اللي انت هتشتغل بيه، وهحشيها برضو بالشوكولاته اه. قلنا ما عندكيش نوتيلا هتعملي الجناش اللي هو 200 شوكولاته و60 حليب و60 زبده. وطبقت اول تطبيقه وادي التانيه وادي التالته اهي، هقفل بيها العجينة. عملت العجينة قدامي زي الشريطة اهيت، هبدأ ان انا اخد طرفها، اخد الطرفين على بعض اهوت، قسمتها بالنص بالظبط اهو الطرفين على بعض، وقفلت الطرفين كويس، وبالسكينة من نص العجينة بالظبط اقطع للاخر اه. هاخد بس قطعة لفها لفوق، اخلي وشها لفوق مش هلفها لفه كامله، نص لفه اخلي وشها بس لفوق، ومن قدام اهندمها بس الم الجناب كده على بعضها، وبطول شويه الدراعات بتاعتها اه. تمام كده هي كده، هنشيلها نحطها في الصب ساعه ما بتخمر وتستوي بتدي شكل قلب في الشغل اهوت. التانيه برضو التطبيقه انا عايز اوريك القطعيه بتاعتها، وبرضو قسمتها 2 اهوت، وهقفل من قدام
وأقسمها نصين وهعدل اللي بره، خلي وشها لفوق ودي برضو وشها لفوق، وهلم من قدام كده اخليها يعني اهندم شكلها من قدام، واتحط في الصاج بتاعنا. تغيري في الحشوات زي ما انت عايزه، انا حشيت شوكولاته او نوتيلا، انت احشي جبن، احشي اللي انت عايزه تحشيه، لان العجينه هتساعدك انك تعملي بقى حاجات كتيره جدا ان شاء الله هنعرفها في فيديوهات جايه باذن الله. انا فردت اهو، اتحطت سكر، حط اي حاجه اللي عندك، حطيه شويه سكر على شويه قرفه، مفيش اي مشكله خالص اهو. وطبقت التطبيق بتاعتي برضو، شوية جبنة مبشورة، شوية أي شوية عندك أي حاجة عايزة تحطيها حطيها، شوية مكسرات، شوية أي حاجة أهو، وطبقتها. هقسمها نصين وأسحب السكينة وأقفل من قدام وهندمها كده من قدام، أظبط شكلها، وهاخد الطرفين ألفهم لبره لفوق كده أهوت، وعلى الصاج بتاعها على طول، هسيبهم يخمرهم ونشوف هنعمل فيهم ايه بعد كده. عندي بيضة عليها سنة فانيليا او شوية خل ومعلقة لبن او معلقة مية على حسب اللي موجود، وضربتهم كويس وهلمع بيهم الفطيرة بعد ما خمرت. شايفين شكلها جميل، الشوكولاتة مجزعة فيها ازاي؟ هلمع الفطيرة كويس واهتم بالتلميع لان ده بيبقى اللون بتاع الفطيرة، اتلمعت كويس بتدي لون كويس، ما اتلمعتش كويس بتطلع حتة حمراء وحتة بيضة، بيطلع شكلها مش عاطفي خالص يعني اهو. لمعنا الفطيرة وهلمع برضو القطع اللي احنا عملناها اهو بالبيض. الفرن بتاعي سخن على 200 درجة، هتخش على طول على الشبكة اللي في الوسط، ما بتاخدش حاجة في الفرن اهو، وهنشوف شكلها بعد ما تستوي ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله زي الفل، شكلها حلو مستوي، هنسيبها تبرد. طلعتها على ال على ال على الكرتونة بتاعتها ديت، ورصيت شوف السوفت بتاعها طرية جدا جدا جدا، وشكلها احلى من طعمها زي ما بنقول، والله حلوة حلوة فعلا. وعجينة هتشتغل بقى معاك في حاجات كتيرة قوي، شايفة اللفة بتاعتها والشوكولاتة اهيت، أقصى حاجة هتعمليها إنك هترشي شوية سكر بودرة على الوش بتاعها ومتشكرين على كده. ده لو أنت عايزة شوف الطراوة بتاعتها، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، لأن هي فعلا تستحق إن هي تتجرب، هي مش يعني مش محتاجة غلبة يعني، هي سريعة سريعة جدا، وهي شفتوا الشكل ده لما بيستوي بيدي شكل قلب في الآخر أهو، شايفين الطراوة بتاعتها. وإذا عجبكم الفيديو عملولنا لايك وشير واشتركوا في القناة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.